مساء الخير عليكم، رجعنا لكم النهارده في فيديو جديد هنتكلم فيه عن الـ 7 chakras. وهنبتدي نتكلم ايه هما الـ 7 chakras او ايه هما السبع مسارات طاقة اللي في جسم الانسان. في كل جسم انسان فيه مسارات كتير جدا، بس اوضح حاجه او اكبرهم هي الـ 7 chakras. اي شعور بنحس بيه بفرح او بسعاده بيبتدي ياثر على السبع مسارات طاقه اللي في الجسم، اذا كان بالسلبي او بالايجابي. وهنا بتيجي فوائد الاحجار الكريمه، لان الاحجار بتبتدي تشتغل على كل مسار طاقه وتبتدي تفضي الطاقات السلبيه وبتبتدي تعمل توازن ما بينهم، وده هنشرحه في فيديوهات تانية كتير ايه فوائد الاحجار وايه كل مسار طاقة المفيد ليه من الأحجار. وأول مسار هنبتدي بيه وهنشرحه هو الروت شاكرا اللي هو الجذور بتاعنا. الروت شاكرا مسؤول إن هو بيقوي الترابط الأسري بتاعنا وبيوقفنا على أرض صلبة، بيخليناش نتحرك ورا أي حاجة بتيجي في دماغنا، بتخلينا في صلابة وثقة بالنفس جدا. والألوان اللي بتشتغل عليه الأحمر والأسود، والأحجار المناسبة ليه الأونيكس الأسود، المرجان الأحمر، والعقيق. مسار الطاقة اللي بعديه اللي هي الساكرال. الساكرال مسؤولة عن الإحساس بالأمان في حياتنا والعلاقات الزوجية، والألوان اللي ماشية مع الساكرال الأورنج أو البني. دي الأحجار المناسبة ليها عندنا الجارنت والعقيق البني. والشاكرال اللي بعديهم اللي هي السيرب بلكسز اللي هي مسؤولة عن الفرح والسعادة في حياتنا وألام المعدة، والألوان بتاعتها اللي هو الأصفر. والاحجار اللي بتشتغل عليها اقوى حاجه طبعا السترين، بعديه العقيق الاصفر والتايجر اي الاصفر. والشاكرا اللي بعديهم اللي هي الهارت شاكرا، ودي اللي مسؤوله في حياتنا عن الحب وازاي نتقبل الناس اللي حوالينا وازاي نبقى عندنا حب للحياه وتفاؤل وامل اكتر. ودي الالوان بتاعتها اللي هي الروز والاخضر. والاحجار اللي بتشتغل عليها عندنا العقيق الاخضر، الروز كوارتز، والملكاي. الشاكرا اللي بعديهم اللي هي الترو شاكرا، ودي اللي مسؤوله عن التعبير، ان احنا ازاي نعرف نعبر عن اللي جوانا. مش معنى ان احنا بنتكلم بنقعد نقول حاجات كتير مش معنى ان احنا بنعبر. انا قصدي عن التعبير نقول احساسنا، اذا كنا بنحب او اذا كنا بنكره، اذا كان في اي غضب جوانا نبتدي نقوله، عشان احنا لما بنبتدي نكتم ما بنتكلمش او بنبقى قافلين قلبنا مش عايزين نتقبل ناس حوالينا جديده، كل ده بيعمل لنا غضب بينزل على المعده. في ناس بتحس بالام كبيره جدا في المعده وبيحسوش بفرح وسعاده كويس في حياتهم بسبب ان هم ما بيعبروش او قافلين قلبهم. في ناس بتبتدي تشتكي من الالم ده وبتروح لدكاتره وما بيعرفوش ايه السبب بسبب ان هم قافلين الثروت والهارت شاكرا، فعامل لهم غضب والم في المعده عشان الثلاث شاكرات دول واصلين ببعض. الشاكرا اللي بعديهم اللي هي الثيرد اي اللي هي مسؤولة عن الرؤية المستقبلية في حياتنا، بتقوي عندنا البصيرة اللي هي العين الثالثة، تخلينا ازاي نعرف نحكم على الناس اللي قدامنا كويس، ناخد قرارات في حياتنا ما نبقاش مترددين. والألوان اللي بتمشي معاها الأزرق الغامق أو الكحلي، ومن أحجارها اللبيس لازولي، العقيق الأزرق. ولو تاخدوا بالكم أنا قلت العقيق تقريبا في كل الشاكرات عشان العقيق فيه ألوان كتير جدا وبيمشي كل لون مع كل شاكرا. الشاكرا اللي بعديهم وهي الشاكرا الأخيرة اللي هي الكراون شاكرا اللي هو التاج اللي على رأسنا، ده مسؤول عن الروحانيات اللي بيننا وبين ربنا والتواصل الروحاني والتأمل أكتر في الحياة حوالينا. والألوان اللي بتمشي معاه البربل أو الأبيض، ومن أحجاره عندنا مثلا زي الأماتست من أقوى الحاجات اللي بتشتغل على الكراون شاكرا وبتزود الروحانيات بيننا وبين ربنا. عندنا بعد كده الصدف أو العقيق الأبيض. وفي الفيديو ده وضحنا لكم ايه هي السيفن شاكرا بشكل مختصر، وفي الفيديوهات الجايه هنتكلمكم عن كل حجر بشكل مفصل وايه الطاقه بتاعته وبيشتغل على انهي مسار طاقه. ولو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير، وما تنسوش تتابعونا على الاكونتس بتاعتنا اللي هتظهر على الشاشه عشان يوصل لكم كل ما هو جديد عن الاحجار الكريمه. استنونا، سلام.